السويداء على صفيح ساخن، عشرة الشهداء والجرحى من أبناء جبل العرب، حالة تتجلى فيها مقولة الأسد أو لا أحد، التي هتف بها أنصاره منذ بداية الحراك السلمي المناهض لحكم مافيا العائلة. سيطرة النظام بمساندة الروسية على جنوب سوريا دفعه لإخضاع الجميع ليبقى وحده الحاكم والمسيطر على أشلاء السوريين على اختلاف ألوانهم واتجاهاتهم العرقية والدينية. ما حصل في السويداء أن وفدا روسيا زار المحافظة واجتمع في 23 من حزيران الماضي بمشايخ العقل والوجهاء لمناقشة مستقبل المنطقة هناك. الوفد نفسه عاد مرة أخرى في 22 من تموز للغاية نفسها وإيجاد حل للسلاح الذي تمتلكه مجموعات في السويداء خارج نطاق النظام وسوق الشباب إلى الخدمة الإلزامية كي يرفض جيشه المتهالك. فشل المفاوضات دفع النظام وروسيا للاستعانة بشماعة داعش المجهزة مسبقاً، فقد نقل قبل أشهر نحو 1000 عنصر من التنظيم إلى ريف السويداء قادمين من مخيم اليرموك، وذلك بغرض الاستفادة منهم في الضغط على المحافظة إذا رفضت الخضوع، وهذا ما يدلل عليه شهود عيان من أبناء جبل العرب. ولموا سلاح، طفوا الكهرباء أبو سامر، طفوا الكهرباء بالليل اللي فاتوا فيها على القرى لهون لهون، غطوا عليهم. يعني بصراحة تنسيق ما في أفضع من هيك، تنسيق مبين كله. سحبوا القوات من شهر، سحبوا الأسلحة من 3 أيام، قطعوا الكهرباء عليهم، حطوهم شرق السويداء، صلوا 3-4 شهور عم يتدربوا، طلعوهم كومباز أخضر، رجعوا نقلوهم ميات بطيارات الجيش الروسية. حنكة بوتين السياسية لم تسعفه هذه المرة، فقد كشف ملف السويداء غايته وحليفه الأسد الذي تعرى مرتين، مرة بادعاء حماية الأقليات ومرة بمحاربة الإرهاب الذي صنعه واستعان به عيانا في سبيل أن يبقى في سدة الحكم، فورب في مناطق أخرى من سوريا وفضح في السويداء.